فقه الصيام. الشيخ هيثم سرحان. زكاة الفطر. حكمها: زكاة الفطر تجب على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم، وفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وتستحب عن الجنين. الحكمة منها: طهرة للصائم من اللغو والرفث، إغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد. مقدارها: صاع من طعام مما يقتاته الآدميون فلا تجزئ من النقود. مقدار الصاع: 42 غراما من البر الجيد. وقت إخراجها: وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين. وقت استحباب: قبل صلاة العيد بعد الفجر. وقت تحريم: بعد